السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي اقدر ابرمج حاجة للاندرويد بسهولة جدا ويبقى فيها برمجة حقيقية. ده الدرس الاول، وان شاء الله في اكتر من درس في تطبيقات كتيرة جدا. هتلاقي الموضوع سهل ولذيذ ومجاني، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو اللي هو MIT App Inventor اللي بيديني زي نموذج كده للموبايل. ده سكرين اهوت. طيب دي الادوات اللي انا ممكن اضيفها للشاشه، وهنا خصائص كل عنصر. يعني احنا هنا بنتكلم مثلا على الخصائص بتاعت سكرين، لان انا مش عامل سيلكت عليه حاجه خالص. طيب هبدا اعمل مثلا ابلود لصوره. ممكن الصوره دي مثلا هنستخدمها كخلفيه. اوكي تمام. طيب لسه ما حطيتش خلفيه، انا حملتها بس في الملف. هنا اباوت سكرين تقدر تكتب اي حاجه، سكرين 1 مثلا، 01. طيب هنا هتبدا بقى تختار الاكشن كولر، هتبدا تختار هنا الابلكيشن نيم نفسه، الباك جراوند كولر ممكن تخليها مثلا سيان بالشكل دوت. الباك جراوند تقدر تختار من الصور او تعمل ابلود لصوره جديده زي ما انت شايف اللي انت بتعمله هنا بيتحقق هنا. ده البريمري كرر، ده البريمري كرر دارك، وهكذا. ممكن تحط رابط هنا برضو. طيب خلينا ابدا اضيف مثلا بوتوم بالشكل دوت. طب انت ضفته هنا، فممكن تيجي هنا وتقول له ده بوتوم 1، انا هسميه بوتوم 1 بالشكل دوت. تقدر تخلي البوتوم ده عباره عن صوره، فتيجي ايمج وتختار الصوره اللي انت عايزها من هنا. طبعا هتحمل صوره تنفع تكون زرار. طيب هنخلي مثلا البوتوم دوت لما ادوس عليه يدخلني على سكرين تانية. تمام هاجي هنا اقول له اد سكرين، واقول له دي سميها سكرين 2. انا هاخدها كده كوبي. اوكي تقدر تضيف مثلا مكان للصورة وحاجات زي كده. هو راح على طول لسكرين 2، فانا اقول لا رجعني لسكرين 1. ده البوتوم. طيب انا هخش في البلوك. البلوك ده بقى اللي انت بتبرمج فيه. هنا بتعمل شكل للشاشة، هنا ده البلوكس. هقول له هنا انا عايز حاجة للبوتوم 1. لما تدوس على البوتوم 1 تعمل ايه؟ ده بقى اللي احنا هنشوفه دلوقتي. دي حاجة خاصة بالكنترول تقدر تتحكم، فتقول له اف يحصل كذا، واي يحصل كذا. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ ممكن تقول له كلوز سكرين، اقفل السكرين ديت. ممكن تقول له اوبن انذر سكرين، افتح لي سكرين معينة. سكرين نيم هو منتظر ان انا اكتب له الاسم بتاعها. فانا دلوقتي هاجي على تكست وابدا اشوف التكست اللي انا ممكن اختاره. دي حاجات خاصه بالتكست، فانا هختار ديت وهبدا اكتب الاسم بتاع السكرين هنا بالشكل دوت. طيب هنرجع بقى للديزاين. طيب انا عايز اجرب الحاجه ديت، فممكن تقول بقى ده انا عايزك تعمل لي ملف اي بي بي، وبعد كده تحمل الملف اللي هو الاي بي كي، تحمله عندك على الكمبيوتر او تسيفه على الكمبيوتر وهكذا. طيب في طريقه اسهل، وهو ان انا هسطب من الرابط اللي اسفل الفيديو. هنسطب حاجه زي ما حكاها، هتلاقي الرابط دوت اللي هو داونلود ذا انستول، وهتقول له يس وتقول له نيكست، هيسطب معاك مفيش حاجه خاصه بيه خالص. تمام. طيب هاجي هنا اقول له افتح لي البرنامج دوت AI ستارتر، فبيبدا يفتحه لي اهوت. ودي الشاشه بتاعت الملف اللي احنا عاملينه. هو اوتوماتيك بدا يظهر سكرين 1 ويظهر البوتوم بالشكل ده. طيب هبدا اربطهم ازاي؟ هقول له كونكت ايميليتور اللي هو ثاني واحد. تمام ممكن تقول له لو انا موصله باليو اس بي اقول له شوف باليو اس بي، لان هقول له ايميليتور فهو هيبدا يربط دوت بدوت. وهاجي هنا هقول له دوس لي على بوتوم 1، فا اوتوماتيك دخل لي على سكرين 2. طيب انا عايز اروح للسكرين 1 اهوت، واقول له ارجع للديزاين، واقول له انا عايز في السكرين 2 ديت احط حاجه مميزه وليكن مثلا ايمج. الايمج ديت هتبدا بقى تقول له ابلود وتختار صوره ثانيه عشان تفرق بين الصوره دي والصوره ديت، وليكن مثلا الصوره دي. ماشي. هاجي بقى على الايمج وابدا اشوف الخصائص بتاعتها، واقول له مثلا ان انا عايز
الصورة ديت. اوكي كبيرة شوية، هنبدأ نغير الهاي والويس بتاعتها، خليها مثلا 500 في 500 بالشكل دوت، خليها كبيرة شوية، خليها مثلا 400 في 400، اي صورة مثلا. تمام. طيب يبقى انا بقى هقول له بقى ايه، شغل لي المحاكي دوت، هقول له هات لي الهوم، فتحت البرنامج، خلينا في سكرين وان اهوت. تمام. هقول له بوتوم وان، هيبدأ يروح لسكرين تو وهكذا. يعني الأدي ده مثال للحاجة من الحاجات. طيب خلينا نفهم ايه بعض الحاجات هنا، دي حاجات خاصة بالكنترول. لو انا عايز اعمل مثلا قاعدة اف او قاعدة فور او اف زين وهكذا، اكيد هنستخدمها كتير في الدروس اللي جاية. لوجيك، لما ترو لما فولس، لما شغال لما مش شغال، او ممكن اقول له انت يعني اديني النتيجة صح. لو الاتنين صح، لو واحد فيهم غلط اديني غلط، اور لو واحد فيهم صح اديني صح، لو الاتنين صح اديني صح، لو الاتنين غلط بس اديني غلط. الماس ده بعمل بقى العمليات الحسابية بتاعتي، الجمع والضرب والقسمة والحاجات ديت. تكست، طيب في ليست لو انت عايز تشتغل بكمية معلومات، دي ديكشنري قاموس، دي الالوان، دي المتغيرات الفاريابل. طيب هل دول بس اللي موجودين؟ لا. ليه لا؟ لان كل واحده احنا بنشتغل عليها بيبقى فيها حاجات خاصه بيها. يعني خلينا نيجي في الديزاين مثلا ونقول له احنا عايزين نختار ايه مثلا، ميديا، واقول له احنا عايزين نختار بقى ايه، ممكن نسجل تكست تو سبيتش مثلا. يعني الكلمة اللي هكتبها لك ابدأ اقرأها. تمام. وخلينا نحط مثلا بوتوم تاني، بوتوم تو، وده هنسميه تكست تو سبيتش. بالشكل دوت. تمام. طيب دوت هنروح بقى للبلوك وهقول له تكست تو سبيتش، او ممكن تقول له بوتوم تو، لما حد يدوس على بوتوم تو ابدأ نفذ حاجة من الحاجات ديت. تمام. وليكن مثلا ابدأ تكست تو سبيتش، وهدي له بقى ايه الكلام اللي انا عايزه التكست. اقول له مثلا How are you Omar? Are you happy? وهنروح هنا بقى للديزاين وهنختار هنا المشهد الأول ونبدأ نفتح المحاكي بتاعنا. هنلاقي تكست تو سبيتش موجودة، هدوس عليها. How are you Omar? How are you Omar? Are you happy? How are you Omar? How are you Omar? Are you happy? كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في الموبايل، في الموبايل بتاعك هتلاقيها موجود هنا. ممكن تحط مثلا ويب فيور، ممكن تحط ليبل، ممكن تحط ليست فيو، وكل واحده من دول بيبقى ليها البرمجيات بتاعتها زي ما احنا شفنا. هنا هتلاقي المشاريع بتاعتك، هنا تقدر تعمل بابلش تو جالري، واي حد يقدر يحمل الملفات اللي انت عايزها. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، انت بقيت تبرمج موبايلات من غير ما تقعد تحفظ اكواد وتتعلم لغات برمجه وهكذا، وفي نفس الوقت مش حاجات هبله زي بعض البرامج اللي هي بيديك بس حاجه افتراضيه ثابته. لا، ده انت ممكن تعمل حاجات احترافيه وتبيعها وتعمل شغل ليه، وربنا يوسع عليكم ان شاء الله.